راحت عليك يا جلوفة. مين؟ ها زفتة. ها؟ علي صوتك مش سامع. تقولي ايه؟ أنا رمانة يا خميس. رمانة؟ اوعى تقفل السكة في وشي. في كلمتين مهمين لازم أقولهم لك لمصلحتك، وبعد كده مش هتشوف خلقتي تاني. لا، مش هينفع في التليفون. أنا هطفش يا خميس ومش راجعة. بس قبل ما أمشي ليك مصلحة عندي. أقولها لك وبعد كده مش هتشوف وشي. قابلني عند قبر أبويا وأمي. أنا هستناك. ما تعوقش. يلا، سلام. الله عليكي يا أبلة، ده أنا والمصحف الشريف صدقتك. إيه الحلاوة دي؟ إيش طيب يا بت؟ اقعدي أنتِ هنا واستنيني. طب ما تاخديني معاكي، أبقى أكشفك في الضلمة، الدنيا بقت ليل وما عادش أمان يا أختي. ما تخافيش عليا، اعملي أنتِ بس اللي بقولك عليه. طب خدي بالك على روحك. سلام. ربنا يكفيكي شر طريقك. خلاص يا مطرة. اللي عشت طول السنين اللي فاتت مستنيها هيحصل. وعايز الغريب هناخده من بكرة. أنت ناوي على إيه براء؟ فدينا خلاص بح. هنكتب له شهادة خروج من الدنيا الليلة. هتقتله؟ هاخد طار أخويا. مش ده اللي انت مستنياه؟ بس ايه مالك؟ مالك اتخدت كده؟ ده انا حتى قلت انك هتفرحي. لا 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 ولا حاجة، بس خايفة عليك. ما تخافيش يا مطر، ما تخافيش. أنا مش راجع غير ودم أفندينا مغازى إيدي دول عشان نقرأ الفتحة لروح المرحوم وناخد عزاء وإحنا راسنا مرفوعة. ضامن ده ملعوب ولا حقيقة، بس جيتلك ايه اللي عندك وعايزين اعرفه؟ انت هتسافري صحيح وتسيب البلد؟ فيها رمانة. بتردي عليا؟ ساكتة ليه يا رمانة؟ بتعيطي ليه؟ ما ترد يا رمانة، بتعيطي ليه؟ ايه الدموع دي؟ طلعت على روحك يا فندينا. والله وقعت ولا حد يسمع عليك. سلميني يا رمانة. الحكومة هقتلك يا رمانة، هقتلك يا خميس، هقتلك يا خميس، هقتلك يا خميس.
اتفضلوا معايا. قلت له بلاش ويتوب علينا ربنا وكده. كله شمال اتفضل اتفضل. يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب. في ايه؟ ايه الصرعة دي عشان ايه؟ هي ليه المهمتش اللي عندها؟ في ايه يا جدع؟ الحقنا يا معلم الحقينا يا حاج. يا زوز في ايه اللي حصل؟ في ايه؟ خميس جرى له حاجة؟ ابن نوح كان عايز يعملها معاه بس الحكومة طبت وخدتهم كلهم على المديرية. تريد ايه؟ ما تحكي لها ايه اللي حصل؟ دي حكاية ورواية يا معلم، بس البس انت الاول وتعالى نروح له وفي السكه احكي لك كل حاجه. هل مش وجع على طول اهو يلا زوز. ايوه يا حاج تعال. ايه اللي حصل؟ معلم براءة كان عامل فيلم مع رمانة على خميس، لعبه كده كانوا مستتفينها مع بعض والظاهر انها قلبت عليه، راحت مسلمه تسليم اهالي للحكومه. رمانة؟ مين رمانة دي؟ تكونش قصدك البت الرقاصه دي؟ هي يا كبير قطة أفندينا واللي المعلم براءة ملموم عليها اليومين دول. طب اتنقي رزقه تلتا وانت كنت معاهم رزق؟ كنت ندرجي من بعيد يا معلم، وأول الحكومة ما طبت علينا قلبت بالراحة كده عشان أجي أبلغ معاليك. وهما فين دلوقتي؟ يعني إيه براءة؟ براءة يا حاجة طلعوا براءة، ما أنت عارفة ابنك ودماغه ناشفة. معاني الحكايه يا حاجه كانت متظبطه على الاخر، وابن النوح كان هيلبس حكم شديد قوي، بس افندينا بقى حن وقلبه رق وطلعوا منها زي الشعره من العجينه ولا اجدعها بدران. لا الحكايه فيها ان خميس ما يعملش كده اوانطه، في حاجه في دماغه. دماغه ايه يا حاجه؟ بل بناه تعمل كل دوت ويجي يضرب مفاكر في الليله كلها. صحيح لعبتها بحرفنه وجرت رجل براءه ولا اجدعها خروف وسلمته زي الكلب لافندينا. وهو فين دلوقتي؟ وما جاش معاكوا ليه؟ راح عشان يرد الجميل، مش قلتلك قلبه رق؟ الرقاصة تاني يا خميس. أنا مش مصدقة روحي، معقولة خميس رجال وقاعد على الكنبة في بيتي كمان؟ احضني يا خميس، احضني عشان أصدق. مالك يا خميس؟ انت لسه شايل مني ولا ايه؟ ده انا رمانة العشق اللي سكن روحك، مش ده كلامك ولا ايه؟ رمانة الميزان في سوق الحلاوة، مش انت اللي بتقولي كده؟ انت نسيت ولا ايه يا فندينا؟ المشكلة اني مش قادر انسى. انت عايز تنساني يا خميس؟ انت عارفة كويس انا عايز انسى ايه. اللي انا عارفاه اني حطيت روحي على كفي وسلمت رقبتي لابن النوح عشان ارضيك، حاولت اكفر عن غلطة عملتها غصب وقلة حيلة، دفعت عمري تمنها، كل ده ما يخليكش ترق وتسامح. شكلنا هنمضي ورقتين. ورقتين ايه؟ ورقتين دول ورقتين جواز خليت بدران كتبهم، ومضوا هنا شهود وانا مضيت هنا اهو. بجد يا خميس هتتجوزني؟ بجد؟ ايه الهبل ده؟ هتوقعي ولا ارجع في كلامي؟ يا لهوي ده انا وقعت من اول ما شفتك. هنا يا اخويا صح؟ اه معانا؟ وهنا كمان. لا على النور والله. دي ورقتك خليها معاكي. ورقتي وورقتك خليهم معاك. يتوب علينا ربنا. مبروك يا خموستي. كده؟